في واقع لا يختلف عن سابقه، يعود القصف على أحياء تعز وأسواقها ولا يتوقف إلا بعد أن يخلف ضحايا آخرين يضافون إلى قائمة المأساة الطويلة التي يكابدها أهالي هذه المدينة كل يوم. أحياء مزدحمة بالسكان باتت أهدافاً رئيسية لقصف شديد ومتواصل، يقول الأهالي أن الميليشيا تشنه منذ 3 أيام وسط المدينة وشرقها. وفيما تتسع دائرة القصف وتزداد شدته، قالت مصادر ميدانية إن 6 من المدنيين سقطوا، فيما جرح 12 آخرون بينهم أطفال. القصف الذي استخدمت فيه الميليشيا مختلف الأسلحة الثقيلة على أحياء الطبوعة وحي حوض الأشرف أسفر أيضا عن استشهاد طفل وجرح آخرين، فيما سقطت قذيفة أخرى على حي الكوثر، وهناك أنباء عن سقوط عدد من المدنيين. القذائف العشوائية التي توزعها الميليشيا بين الحين والآخر، يقول الأهالي أنه يتم إطلاقها من مناطق تمركزها في الحوبان والجند مستهدفة الجميع ولا تفرق بين أحد. وفيما تزداد ضراوة المعارك والقصف الذي لا يميز بين مدني وعسكري، قالت منظمة أطباء بلا حدود أنها سجلت مقتل 14 مدنيا وعالجت 57 جريحا جراء المواجهات المندلعة منذ أسابيع. تعيش المدينة المحاصرة تعز أوضاعا إنسانية مرعبة منذ فجر الانقلاب، وكلما زادت شدة المواجهات والقصف المتواصل قلت احتمالية النجاة من الموت.